تستقبلي الفصل الربيع بكل فرحة وبكل حيوية وبكل متعة، خرجات، نزهات، جو دافي وريضات. ولكن كما كنذكر دائما أنه كاين بعض الناس كتعذب في هذه الفترة، هذه عندها العطيس، عندها الحكة، عندها مشاكل في العينين. واليوم بإذن الله غنطرقوا لهذا الموضوع هذا مع الدكتور طارق الألوسي المختص في طب العيون بالرباط حول تأثير حساسيات الربيع على العين. أهلا وسهلا بك دكتور ومرحبا بك. السلام عليكم، صباح الخير. كيف الحال دكتور؟ مرحبا. الحمد لله. واش الربيع دخل ولا مازال في الشتاء؟ وهو ملي كيبدا مارس بحال اللي كنحسوا بالربيع كيدخل صافي يعني، ولكن مازال الحمد لله المطر مازال باقى الشتي وكتوادع معنا دكتور طارق، كتوادع تقريبا بقى 20 يوم، ولكن ان شاء الله غنعيشوا باذن الله الاجواء ديال فصل الربيع سي طارق. اذا كما ذكرت حنا كنعرفوا لي بولين أو يعني حبوب اللقاح هو مشكل يعني مؤثر على الصحة ديال بعض الناس دكتور طارق الألوسي. نعم تماما. بالنسبة لحساسية العين، وحساسية بصفة عامة هي واحد الحالة مرضية اللي كتتجلى في واحد ردة فعل ديال الجسم، واحد العامل الخارجي اللي كيأثر على الجسم. نعم. يقدر يكون بولين مثلا في حالة ديال الحساسيه الموسميه ديال الربيع، هذا اسمه البورين، هما حبوب اللقاح اللي كيكونوا كيخرجوا من الازهار. نعم. والاغلبيه ديال الناس اللي عندهم هذا المشكل العرضه ديال البولين كيكون عندهم حساسيه في الانف، يقدر يكون على الركو، والمشكل ديال الحساسيه ديال العين. نعم. حتى الودنين، الحلقه دكتور، حتى هما يعني يعني جميع الخلايا اللي عندها علاقه مع العالم الخارجي. تمام. الأعضاء اللي عندهم علاقة مع العالم الخارجي، كاين عندك لافو الجلد، عندنا العيون دونك عندها علاقة مع العالم الخارجي، يعني عندها علاقة مع الجو، مع العين كاين ديك الخلايا الخارجية والأنسجة الخارجية ديال العين عندها علاقة مع العالم الخارجي، كاين الرئة هي عندها علاقة مع العالم الخارجي. نعم. دونك جميع الأعضاء ديال الجسم اللي عندها علاقة مع العالم الخارجي تتحسس بهذه الحساسية. الميكانيزم، الطريقة ديال الحساسية هو كيكون دائما ناجون أليرجين، يعني كيكون واحد العامل اللي كيدير المهيج سواء الحالة ديال الربيع في البولين، ولكن يقدر يكون مثلا حساسية للبرد، مثلا كاين الأليرجي أو فوا مثلا. كاين حساسيه مثلا مثلا غير الماكياج او جبل مواد كيميائيه. نعم. كاين الالرجي دو كونتاكت، يعني كاين ان كونتاكت بين الجسم الجلد واحد العامل او الدواء، مثلا كتاكل واحد الدواء يقدر يدير لك حساسيه، يعني اي عامل ضروري يكون عامل خارجي. يعني الحساسيه ما كاينش انسان كيدير الحساسيه مع راسه. نعم. وشنو هي؟ علاش في الاول ملي كيكون الانسان صغير ما كتكونش عنده الحساسيه، حتى كيبدا يكبر بشويه بشويه. علاش؟ الجهاز المناعه ديالو بحال ما كيبقاش يفرق بين ديك المهيج وبين الخلايا ديال الانسان بحد ذاته. نعم. يعني ملي كيجي ديك البولين كيدخل دونك ما اتاكي غير البولين، كيبقى اتاكي حتى لو كور ديالنا، حتى الخلايا ديالنا، وكيكون التهابات وكيكون ردة فعل. واش ممكن دكتور تكون وجود استعداد وراثي يعني بالجسم للحساسية؟ ممكن؟ نعم تماما. كاين دونك في الفرنسية كنعيطو لها لاتوبي، اتوبي يعني هو اتوبي، هو هذا المفهوم ديال كنسولو المريض واش العائلة ديالو كيتقاسموا هذه الحساسية، حيت الخلايا ديال الجهاز المناعي كاين واحد العامل خارجي، عامل وراثي او لا جينيتيك اللي كيقدر يجعل بان الانسان يكون اكثر عرضه. يعني بمعنى اخر الخلايا كيبداو يفوتوا الحمايه اللي خدار بطريقه فيزيولوجيه، وكترجع واحد الحمايه مضره للجسم ديال الانسان، تؤدي الى مثلا مرض وحالات اللي ضربوا اللي كتكون اكثر اختناقات دكتور، اختناقات العيون. بالنسبه لامراض العيون تقدر تؤدي بعض الحالات الى مثلا عمى، الى كانت الحساسيه كثيرة جدا عند الأطفال، حادة وعند الأطفال. هنا كنفرقوا بين الحساسية عند الأطفال بالنسبة للعينين، بالنسبة لا كونجونكتيفيت أليرجيك شي لونفون عند الطفل، ماشي هي بحال لا كونجونكتيفيت أليرجيك عند البالغين. علاش؟ حيت الجهاز المناعي عند الطفل كيكون يلاه كيتمرد، يلاه كيتعلم كيفاش يقاوم، واش كيطرا يعني كتكون ردة فعل أكثر، وهذا المشكل كيتقطع في القرنية أو
هي ديك النسمة الشفاف اللي كيدخل الضوء للعين وإلا دخلت القرنية هي تقدر تكون أصعب ما كاين. نعم أصعب ما كاين ويقدر لا قدر الله يدي إلى العمى بالنسبة لهذا الحساس. فالحساسية الموسمية وحنا دابا داخلين على فصل الربيع أو الرمض الربيعي يعني يسمى باللغة الرمض الربيعي. هي مختلفة على الحساسية اللي كتكون بيرانويل أو اللي كتكون سنوية. كاين جوج أنواع، كاين الحساسية ديال الموسم الخريف وموسم الربيع، وكاين حساسية اللي كتكون طول السنة. بالنسبة للحساسية اللي كتكون طول السنة كتكون حساسية هادئة، يعني المريض مرة عينو كتبقى تاكلو مرة كتحل شي شوية الرملة في عينيه، مرة كتسكو، ما كتكونش الحدة كثيرة جدا. بالنسبة للحساسية الموسمية كتكون متميزة بالحدة ديالها، يعني كيبدا يعطش 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 العين كتبقى تشيز الدموع والحمورية، وهذا الشيء كيقدر يؤدي مثلا عند الطفل يقدر يحبس من القراية، ما كيبقاش يركز على القراية ديالو. وبالنسبة للبالغين كتكون ان ديرونجمون في ديك لا بيريود ديال الربيع. مرض مزمن هو دكتور؟ هو بالنسبة هو في الأصل كاين اللي عنده مرض مزمن، كاين حالات اللي من بعد مثلا سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات كيشوف بأن كل ربيع يرجع هذا المشكل، يعني نقدروا نقولوا بانه مرض مزمن. اذا كانت مره جاته مره في العام وما عاودش رجعات ولا جوج مرات، كان نقدروا ماشي مرض مزمن. علاش كنقولوا هذا المفهوم؟ حيت يمكن نقولوا مرض مزمن يعني عندنا المشكل في الكور ديالنا، ولكن تصور مثلا انسان الا كان مثلا ساكن في واحد المنطقة مثلا فيها الرطوبة مثلا، وكيبدل المسكن ديالو، مشى مثلا واحد المنطقة جافة اللي كيرتاح فيها مثلا هنا كاين اللي كيلاحظ بان ديك الاعراض ديال الحساسية كتخف شوية. دونك هنا ما نقدرش نقول بان مرض مزمن. هو مرتبط بالبيئة. تماما مرتبط بالبيئة. يعني مفهوم لانيرجي كنقولوا للمريض شنو هي الحاجة اللي كتجعلك بان إذا كان البولين إذا كان البولين كنعرفوا بان هذا البولين. دونك هذه من جهة. بالنسبة للحالات ديال الحساسية الإنسان يعرف راسه بأن كل فصل الربيع كيحس بأن عينيه كتضرو في ديك فصل الربيع، خصو ياخذ واحد الإجراءات قبل ما يوصل وقائية قبل ما يوصل فصل الربيع. مثلا دكتور مثلا وعرف راسه مثلا البولين كيأثر عليه في هاد الحالات كيكون عنده دائما كيشري لو سيروم فيزيولوجيك ديك الماء اللي كيغسل عينيه قبل ما يبدا الربيع، يبقى يغسل عينيه خمس مرات في النهار. اللي كنقولوا يغسل عينيه ماشي يقطر في عينيه، حيت بالنسبه لك لي زونيدوز اللي كيبيعوا السيروم ماشي هما قريبه كبار، خصو يرش عينيه يعني بحال يغسل عينيه. دونك سي ان لافاج. غسيل العين. الماء كاين حاجه اخرى، واحد الماء حاول ما يحكش عينيه، حيت كل ما قاس صبعو بعينيه كل ما ديك الافرازات ديال الخلايا ديال لي ماستوسيت يخرجوا واحد الماده سميتها الهيستامين، واللي هي في حد ذاتها كتزيد تهيج خلايا اخرى. يعني صبعو ما يقيش عينيه، يقدر يقيس على برا ديال عينيه وما يقيش عينيه. وهنا كيبداو بادويه بسيطه يحاول يجتنب هذوك المناطق اللي فيهم البولين، ولا مشى لهم يدير السيروم. اذا جات الحساسيه هنا كندوزو للدواء الحساسيه اللي كيستافد على ثلاثه انواع الادويه. كاين السيروم، كاين دكتوره ديال الهيستامين الانتيستامينيك، وكاين لي زونتي انفلاماتوار مضادات التهاب. علاش؟ حيت ملي كتكون عندنا حساسيه كتكون ديما معها واحد التهاب. هذاك التهاب هو شنو هو التهاب؟ معروف التهاب بالحموريه بالحقنيه، التهاب في جميع مناطق الجسم ماشي غير العينين، يعني معروف على فاسون ايتيغال دو فوا، فيها لا روجور، فيها لا حالور الحميرار الحراره، فيها الحراره وفيها الانتفاخ. دونك فيها كثير. بالنسبه للعين كتبان حمراء، كتبان منتفخه يعني اوزيماسي، وكتبان فيها دونك سيلان. وبالنسبه للسخونيه بالنسبه للعين كيحس بها المريض بحال اللي كتحس بشي تكال، بحال شي حاجه كيحس عينيه. دونك ان ديرونجمون. دونك الالتهاب اتيغال اونتي انفلاماتوار. مضادات الالتهاب. مضادات الالتهاب كاين جوج انواع، كاين اللي فيهم لي كورتيكويد وكاين اللي ما فيهمش لي كورتيكويد. بالنسبه اللي ما فيهمش لي كورتيكويد ما فيهمش اضرار على العينين بصفه عامه. اللي فيهم لي كورتيكويد يقدروا يضروا العينين الى فتنا خمس ايام ولا 10 ايام،
وبواحد لادوز كبيره جرعه مهمه او الكميه مهمه. يعني كتقتل التونسيون كتقتل العجله كتدير مثلا بعض القروح القرنيه وهما افيكاس يعني كيحيدوا الحموريه وكيحيدوا الحساسيه في ذلك الوقت هذا. نعم. ولكن خص يكون مراقبهم كنقطعوهم شويه ما كنقطعوهمش بصفه بريتال هكذا بواحد الطريقه. طيب دكتور شنو بالك ناخذ مكالمه هاتفيه رشيده من وجده عندها نفس الاعراض وعندها نفس الحاله. اهلا وسهلا بك لاله رشيده صباح الخير. رشيده اهلا وسهلا. والسلام اختي لاباس. وعليكم السلام مرحبا بك. الله يبارك فيك اختي بارك الله فيك. الله يكبر بك لاله رشيده. شكرا اختي. نفس الاعراض راه عندي ديال كاملين اللي قال العين كتحمر وكتنفخ وكتاكل لي نفس الاعراض كاملين اللي كنعاني منهم. رشيده شحال في عمرك؟ عندي 26 سنة. 26 امتى بدات هذه الحساسية تقريبا؟ بدات لي شي 3 سنين ولا 4 سنين. شفتي الطبيب؟ شفت الطبيب ما كان لي واحد الكلمة ما دارت لي حتى حاجة يعني كلمة بلا ما نقول سميتها. نعم. وخاصة بالحساسية ما دارت لي حتى حاجة. دارت لي القطرة ديال العين عادي القطرة ديال العين كتحرقني. كنبقى نكمل على القطرة كنرميها صافي ما كنديرهاش. نعم. قالوا لي ديري الماء والملح، الماء والملح كي البشرة ديال العين على برا كتحرقني. لا 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 واخا نشوفوا الدكتور طارق الالوس. سي طارق دكتور ممكن نجاوبوا لاله رشيده. 26 سنه 3 سنين باش بدات الحساسيه. هذه 3 سنين اول مره بجات الحساسيه واش كانت جاها بحال شي ساعه فول اول مره في العينين يعني مرة في العينين ديالها. لاله رشيده لاله رشيده لاله رشيده لاله رشيده دونك مدام رشيده يمكن قطع الخط. في الحالات اللي كيكون بحال دابا الانسان ما عليه ما بيه يعني ما معروفش هو عنده الحساسيه الانسان عادي يكون ما عندوش حساسية موسمية كيكون عايش واحد الوقت يدير مثلا تعفن يعني يدير كونجونكتيفيت انفكسيوس يعني تعفن ديال العين. نعم. هنا واش كيطرى بعض المرات كيقدر من بعد ديك التعفن كيمشي التعفن كيبقى الحمورية. نعم. هنا الحالات بحال ديك السيستم اومينيتير يعني الجهاز المناعي للعين ما كيبقاش كياخذ لي روبير يعني كيدخل ان فيروس في العين كيرجع المناعة مضطربة بحال الانسان كياتاكي ديك الفيروس اللي كان مدخل اول مرة وكياتاكي حتى العين. وهنا في الحالات اللي كيضطر الانسان يبقى يدير واحد الحساسية المؤلمة بحال هذه الحالة ديالها. الوغ هي بالنسبة لي واحد تم انتباهي واحد النقطة كنهضرات عليها. نعم. هي ديال كندير القطرة اللي هي القطرة اللي خصها تداوي الحساسية وفي نفس الوقت هي ديك القطرة اللي كضرها. دونك يعني هنا كنفهموا بأن السيدة عندها واحد اون اليرجي او كونسيرفاتور. دونك عندها واحد الحساسية للمواد الحافظة ديال الأدوية. داكوغ. وهنا دوك لي لابوغاتوار فكروا باش يديروا دي برودوي اوني دوز يعني ادويه اللي فيهم اوني دوز يعني قريبات صغار اللي ما فيهمش المواد الحافظه اللي كديرهم في النهار وكترميهم. مزيان. ما كيكونش هذيك المواد الحافظه. مزيانين. الادويه ماشي كلهم كاينين في المغرب. نعم. الاغلبيه كاينين يعني ما كنبقاوش حيت كثر ما كتحلها ديك الفلاكون قريعه باش تبقى لك الشهر كله او 15 يوم يديروا فيها واحد الماده بيلد كل يوم هذاك كل يوم داير بحال جافيل الفوكلوريد. أيه. دونك باش يخلي ديك القريعه محفوظه من الميكروبات والجراثيم. أيه. ملي في ديك الحالات الدواء براسو ديك لو برودوي براسو هو كيقدر ياثر عليه. دونك حنا شنو كنقدروا نصحوها اولا ما نستعملوش لي فلاكون يعني القريعات اللي كيتحلوا كيبقاو شهر هذوك الصغيرين القريبات الصغار. ثاني حاجه دونك كاين دي بوماد اونتي انفلاماتوار اللي ديرهم ضد الالتهاب على برا العين وفي بعض الحالات كندوزو واحد لي برودوي اللي ما كاينش في المغرب هما دي سيكلوسبورين كولير اللي كيقدروا يقدروا لها المناعه ديالها. دونك هادو هما ثلاثه النصائح. تكلمت على الماء والملح وبغيتك تسطر على هاد الجمله. الماء والملح هذه واحد المفهوم اللي انا ما كان حبتوش علاش حيت الماء حتى البحار ولا الماء ديال الورد حيت العين فيها واحد البي اش اللي قريعه قلت لك لي كوغ اللي كنا كنقراو ديال الشيمي. أيه. البي اش عندها علاقه مع الحموضه. أيه. والقاعديه ديال لي لاغم ديال الدموع. وهنا نص اخرى هي لوس مولاريتي يعني النسبه ديال الملوحه ديال العين. أيه. ديال الدموع. الادويه كلهم ملي كيخرجوا وكيتصنعوا كيديروا لهم واحد البي اش اللي غادي على حساب العين باش ما اكريفيهاش. نعم. يعني باش ما يكونش ديك الملوحه ديال كيديروا واحد التوازن نفس البي اش ديال الدموع ونفس الملوحه ديال الدموع. ايه اذا عطيتها الملوحه كثيره
ممكن مر القرنيه وممكن لا قدر الله نقبل القرنيه لانه لوحه كثيره في هيبر اوسمولاريتي تقدر ندير واحد الاغريسيون للقرنيه بحال اي اغريس دونك انا عاده لهذا نعم كان كي جوج امثله عقلت عليهم كان بحال هاد الحالات اللي جاوني مرضى اللي داروا العسل مثلا في عينيهم داروا الخل في عينيهم داروا شي مواد اللي ماشي ديال الاكل الاولى ديال هذا ومع التداول بالعسل ولكن بالنسبه للعين راه عضو حساس والمريض من يجي ما بقاش كيشوف القرنيه ديالو راه بيضاء دونك هذاك العسل راه البي اش ديالو ماشي هو اللي العين دونك في مسائل علميه وثاني حاجه باش تعرفوا الاهميه ديال الحساسيه كان عندنا واحد الشاب كان من مكناس عاقل عليه اللي كانت عنده واحد الحساسيه مزمنه والعوينات ديالو كان كيخرج منهم بحال بحال شويه ديما كيدو الدموع ديما الدموع ديما الدموع ديما كيشد عينيه باسكو ما كيقدرش يصبر على الضوء وهو مازال عنده مازال صغير وكيقرا وصل لواحد الحاله الياس حيت الدويس كلهم ما كان حتى كان هذا الوليد كان ينتحر علاش؟ ماشي على ود العين ديالو دونك هذو المسائل اللي هي ضرورية ومركزة كما قلت لنا أننا نركز عليها وطبية وعلمية دكتور طارق الألوسي شنو بان لك في الكمادات ديال الشاي أو الكمادات الباردة اللي كيديروها الناس يعني بالنسبة للكمادات مزيانين أنا حيت كاين جوج أنواع الكمادات كاين الحالات اللي كنديروا كمادات باردة وكاين الحالات اللي كندير كمادات فيها دافئة الحالات اللي كتكون عندنا الكمادات الدافئة راه معروفة هما بحال ديك الشعيرة أو ديك التهاب ديال الجفون دونك كندير كمادات دافئة باش كندوبو ديك الحبيبات اللي كيكونوا في الجفن وكنديرو أمارتاج هذيك الحالة ماشي ديال الحساسية بالنسبة للكمادات الباردة هو ماشي المهم يكون الشاي أو يكون الريحة ديال الورد مي المهم هي تكون الفخوا هو البرودة يعني حيت البرودة هو سيزان وقع في المطوى الثلج يعني أي حاجة باردة عندها واحد مضاد التهاب دايوغ حنا في الطب ديالنا كنداويو بالبرد كتسمى لا كريوثيرابي كريو هي برد في الفرنسية يعني كاين أدوية كنتداوو بالبرودة بدرجة الحرارة الباردة دونك كنقدروا مثلا الإنسان اللي كانت انتفاخات في عينيه نديروا له مثلا سواء يدير أن غلاسون يدير كلينكس ويدير غلاسون ولا يدير ما باش ثلاجة بارد كلاسي نعم. ويدير كمادات ويدير فوطة ولا كمادات ولا فوقيه 10 دقائق الصباح 10 دقائق في الليل كيبرد على العين وكيفش العين نعم. أنا كيعرف المطوى ولكن دائما مع استشارة طبيب ديال الطبيب ودائما مع الأدوية اللي كتكون أكيد واستشارة معك دكتور طارق الألوسي في كل حصة بإذن الله أنه غيكون عندنا مواضيع متجددة وخاصة بمشاكل العين دكتور طارق مشكور جدا مشكور جدا 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 مختص في طب العيون بالرباط خليناك على خير نعم.